السلام عليكم. هاد الحلقه هادي طويله بزاف، داكشي علاش قسمتها على جوج. اللي مازال ما شاف الجزء الاول غتلقاوه لتحت في الديسكريبسيون. غمض عينك، غمض. هادي الفوق وهادي لتحت. ها وهادي كود برومو زرو. هادي $130. هادي الرابط في اول تعليق. ها ولكن انا جيت عليهم البيرمي. ويلي شفتي هادي وما تشوفش الطريق. واش من واحد يتوالى واللي تعراها صبوطي يا وليدي اللي تعراها كبوطي ناماني واش غيبت من والي. قبل ما نكملوا بغيت نعرفكم على واحد السيد اختار حرف جديد. اي وهذا بغي يحمقنا هذا اللي غادي نبقاو نستعملوا في الحلقه. لقيت واحد الحرف جاني غريب راه غير الحروف ما كاينش مع الحروف ما مذكورش. تحمست والبرونونسيون ديالها غتسمعوها دابا وتحاول تفكروا معايا واش ممكن نزيدوا شي تحسينات. عاودي غاسير حنا معاك. بحال هكا داير. يعني بحال هكا داير البرونونسيون ديالو مشى. الله يرحمه. بحال قلتي حرف مبني على الخلعه مثلا حرف شاهقين مبني على الخلع ودار ليه الاعراب من الفوق. ولكن كيفاش كتكتب باش نبقاو نشاطيو به؟ المهم هو راه هاء فوق جوج نقطات بما عرفنا. انا بعد هذا الحرف عجبني وغادي نجربوه. وزادت اسعار المواد الغذائيه بنسبه اكثر من 14%. بنك المغرب يقرر الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 إلى 2%. ما يجيكمش غريب هاد الحرفات؟ مثلا في السويد الكلمة ديال اه كيقولوا ليها ويسيا. حنا كنقولوا هاد غايلة شفنا شي تاكوس ميكس دايز. كاين واحد الحرف جديد ولكن ديال الشاب العربي عنده الحقوق الطبع والنشر ديالو. الحمد لله. حتى حنا غادي نكتشفوا حرف جديد. عرفتوا واحد الحكه كتكون ما هي في الودن ما هي في الحرف كتكون بيناتهم. هادي وكاين حرف اخر. دابا نجمعوا هاد الحروف بربعه. اش هاد العجب هذا؟ كما قلنا في الجزء الاول ديال الحلقه قطر خسرت الملاير في تنظيم كاس العالم باش تنمي الاقتصاد والسياحه ولتعم الفائده وتعرف براسها وتقوي وتشجع الاستثمار. تلا ماشي دابا صح. اذا قطر هي اللي ربحت كاس العالم حيت استفد معها الشعب كامل ماشي غير الجامعه ديال كره القدم. شي راه ديال القجع لا هو هضر معاه انت. فالاستثمار انواع، كاين اللي شخصي وكاين اللي ديال كلشي. نشوف طوطو الموسيقى تجي ليا لشي مهرجان تمويل ديال الفلوس ديال المغاربه وتقول شي حاجه من ديك الهضره. تمويل الفلوس ديال المغاربه هذه صعيبه. تمويل الفلوس ديال المغاربه ايوا شنو هذاك وزاره الثقافه باش انا واخد فلوس شاكيره. جول انا رفعت الجبل تسمح لي ساعه القاضي. وكاين الاستثمار اللي كتعرفوا منين جاي وفين غادي. خديت هذه الفيزا هذه من الفوق ولتحت واقيلا واحد 1500 درهم. تيشيرت نوار بازيك شي 100 درهم. ما لبستي حتى شي واحد شي 6000 ريال. وكاين الاستثمار اللي ما كتعرفوا لا منين جاي لا فين غادي. لو كوليي ديالي 10 شهور هما كيقادوها ليا ساكوت ان بو بلوس دو 2 مليون درهم. هادي قالوا لي 30 مليون قرب. وما كتهمش النتيجه. عندنا ممثلين كثار ولكن ما عندناش انتاج كبير. حنا غير كنرقعوا في السينما المغربيه. بزاف السينمائيين كياخذ الدعم وكيقلب كيسعى بهذا المعنى باش يكمل الفيلم ديالو. كاين اللي كاع اللي عطاو الدعم ودبر على راسو شرا طوموبيل ومشى جلس ما دارش الفيلم كاع. دابا انا كنصور مسلسل سميتو عفاك بابا. ويلي على عفاك بابا. هي عندها مؤهلات. هذياش مؤهلات وهي عندها المؤهلات ولكن راه كبرات تبارك الله. قول عفاك الوالد عفاك با راه باقي صغير انا راه باقي راه 26 عام دابا في عمرك. بابا ما فهمتش. مع الاسف ان مدينه مراكش وساكنه مراكش ما تيفيدهم هذا الفيستيفال هذا بتا شي حاجه. ما كيعود عندنا بتا شي نفع في ظل هذا الغلاء ديال الاسعار. حنا المشكل عندنا خطره المهرجانات ولكن ما تيستافد حتى تيجي الناس من خارج المدينه. كاين اللي تسولوا كاع دروك والله ما عارفاش كاين هذا كلمه دوز الكليز كاع على 4 سنين. دابا غادي ناخذوا واحد المثال ديال واحد الاستثمار كياخذ واحد الميزانيه كل عام. هذه الميزانيه كيدور عليها العام وغنشوفوا الاثار ديالها في الاقتصاد والحركه التنمويه. كنشم ريحه الخشب عندي في الهضره. طوطو ماشي هو طه وطه ماشي هو طوطو واقيلا. واش طه هو طوطو ولا لا؟ هذا النوع ديال الاستثمار كيطلب 146 مليون درهم سنويا.
كشفت معطيات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها أنفقت 149 مليون درهم الأضرحة والزوايا هي عبارة عن هبات كتسلمها القائمون على شؤون هذه المؤسسات الدينية سنويا. هاد الزوايا والطرق الصوفية كيف يعني ساهمت في إعادة هيكلة الحقل الديني؟ أما معنى الزاوية، الزاوية ماشي تلقنت. فكل سنة في ذكرى مولد النبوي الشريف أو عاشوراء أو كتنظم مواسم ومهرجانات دينية حول الزوايا والأضرحة ولا عفشي رحبة، وكتكون فيها طقوس وعادات وشعائر. نجارة عندي في الهضرة. يتوبا برو جبرو كنشوفو واش كيتنمى الاقتصاد وكتروج القضيه ولا غامو الكاوكا والبخور الشمال اللي عنده الثلاجه فرحانه. ولكن راه الثلاجه فرحانه الدعوه زايا. بشويه الحاج راه معولين عليك هاد العام ان شاء الله. كل لاعب شكون؟ شويه عليك ناري حرف جديد. اليوم غنكملوا الابجديه. ماذا استفادت الامه؟ شنو اللي انا استفدته؟ ولا شنو استفدت؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ 146 مليون درهم. 146 انا مسمي نوغدي وغاني عيساوي المهنه عيساوي. كاين شي ديبلوم في ليستيف هادشي؟ انا ما تنش الملاوي المسمن ما نفطاش بانيه. مي كيوصل ميلو كنوضو كنمرضو كنوضو المرضو. شي كياكل العافيه، شي كيشرب ما طايب، شي كي ودابا غيحمقنا هذا. كان شي ماشي عادي، كان شي ماشي عادي، ولا ما نجيش غنمرض. لا وهضر معاه انت. هنا كيدوزو ستاج ديال تعيساوي شعبة يلا نمرضو كنوضو كنمرضو. برئاسة مقدم ديالنا رضوان طائفة حيدرة. عاوتاني ادخونا تعادت عمالة مدير سيد العامل ديالنا ديال كاستيخ والفنيدق ورئيس البلدية كيوقفوا معانا لي سبونسور. كاين ناس كتمشي للطبيب ما كتجبر والو. طائفة ربانية كنقراو الحزب كنذكروا الله. ما كاين دم ما كاين حتى شي حاجة. عاودة عاودة. ما كاين دم ما كاين حتى شي حاجة. والله تتعاودة بالله. ما كاين دم ما كاين حتى شي حاجة. وهادو شناو هادو سيكيوريتي الدفاع ديال الكاميرون هذا. ادفع 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 دخل دخل. اعطينا ستاج الوحش اخويا. اعطينا 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 الدغميرة. ها قلت لكم صحاب كاوكا وشمعوا البخور هما اللي دايرين لاباس. ناري شهر ديال لابور مور خوش انت. ناري اشهد لاصق في الحيط. امي امي ما بقيتش باغي نعرف. تدرى واحد نازل هنا وناشر حوايج امي. نادية لمياء زهرة ياسين واش اللي سميتو كيهز كتب في الحيط ولا شنو؟ شنو العلاقة ما بين السليب والمشطة؟ الحمد لله غيكون حسنا صاحبي راه باينة. راه كاين حتى في الزريرق الا بغيتي. ايطاليا شي وريقات هادو العفريته. وحده ما عارفاش السميه ديال هذاك اللي تسحر ليه وهي ترسمو حماف. كانت واجدو في الضريح ديال العائشة البحريه. وهذاك اللي موراك شناهو؟ اجيبوا لنا الصباغه والالوان باش ترسم. الريحه عاطياس انفيستيو شويه. الكارديا مشي ليه شوفو السنان بالريحه. ضريح للعائشة البحريه. من العائشة البحريه منين؟ ما ندري ما ندري. من مدينه كربلاء في العراق. عرفتي شنو شنو وتسير؟ هزت راسها وجات لهنايا. نهز جلابتي ما تعرفوني فين زدت. جايين من مدينة كربلاء. واش هاد عيشة هي اللي راكدة هنايا ولا شنو؟ وفيقوها نسولو واش من مسحوق كتستعمل. تبارك الله النشر عندها شي هو منو. كيقولوا الناس الوالا كيقولوا اللي بغى يرافق يرافق العزبة. ولا كانت الهجالة يرافق الهجالة. وانت كتقضي لك المرة الحلاحة ولا المرة الحارة؟ غادي عيا نازلط ما غادي عيا تحيد. كل الربيع كل الربيع كل الكازو. الناس اللي بغى يتزوج كيعمر قلبه بالله ويقصد هنايا الداري. ولكن اللي باغي يتزوج راه ما كيحيدش السليب ديالو ويلصق ما تيسر في الحيط. لا راه مرحاض عمومي ولا هذا. كيديروا الطبق السكر والحليب والشماع والزهر وداك الشيء ديال الزين.
الثمانينات الناس ديال التجاره. رايي الشخصي وليس راي العام الناس. ما لذا رايي الشخصي بان هذه العيشه هي اوليه من اولياء الله الصالح. اش داكشي يا زفيدو داير باندا ياك ما مسلح خيل يا كوزا تقلبني بالك على السيف ولا شي حاجه ما هادشي ديال الغسل ولا تجيب الهديه داكشي كيتعلق بالبرج ديالو. راه هبيل بوهالي. لا 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 هذا ماشي هبيل هذا. يحلم عليك يوقف عليك واحد لابس البيض يقولك نوض سعيد هز فروج بيض ودي ذبحيه سيدي وعدود واش انت ما غديرش بهاد الوصيه. راه جنة داك صاحبي باغي ياكل ماشي مالك صاحبي. انا كنشوف الناس كيجوا زحافه وكينوضوا واقفين هنا انت تعصبتي يا صاحبي وكيبقاو يبكيو ويعوقوا ويقراو القران. ولا 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 واش الملائكه غتقول لك البس الشراوط وهز عصيه ودير باندا وسير ذبح فروج سيدي وعدود ودي ذبحيه سيدي وعدود. ولا كيجوا من الامارات كيجوا من قطر كيجوا من فرنسا كيجوا من برشي وزطاط كيجوا بزاف من مراكش بزاف من كازا بزاف. كاس العالم هذا الخير والشر متسارعين. علاش كيقولك ناري تلاقى البحر؟ ما معنى بحر؟ بحر الخير وبحر الشر. الا وليت انا في بحر العلمي واش غنتبحر في بحر العلمي؟ غنتبحر في بحر الجهل. واش غنبقى نعوم في العلم والعلم قليل؟ والله ما كذبش علينا خاصني نعوم في الجهل لان الجهل اقوى من العلم يا سكان الكوكب. انا تلميذ الجهل قريت في كليه الجهل في البيت الاول رقم 9 وملي قال لي المدير قال لي اش باغي تولي؟ قلت له غنختار نولي حمق. قال لي علاش اختاريتي حمق؟ قلت له باش نخالط الناس بزاف وندوي بزاف وباش ما يشدوش دونيش. معلم والله انت معلم كما كيقول المغني كاين اللي حالو رباني وكاين اللي دارها بالعاني. على الشلة من هموم وفي الرويس تعوم اكلو طيبة. كاين موسم اخر سميتو موسم السبيعات فيه غا الحمير واللي شرا شي حمار من هذا الموسم واللي شرا شي حمار من هذا الموسم كيدي معاه البركه للدار تيبيخه. على ما قال لي احد الناس اللي كيجيو لهاد الموسم بانها اللي دا منها شي حمار او شي بغل فكتكون عنده البركه في الدار كما قالوا. وكاين موسم اخر هارب عليه فيه العيالات كيلوحو حوايجهم الداخليه الطريق. كاين اللي لايح شعارها كاع يا تورا علاش احسن ما يرى. هذا العام عندنا واحد التنظيم ما كاين ما نقول لك فيه الا من السلطه المحليه الله يجازيها بخير قوات المساعده سبونسور ضروري. حنا الموسم ديالنا فيه الصلاح ممنوع الفساد ممنوع الفساد. وهاد السليبات هذا شكون لاهم؟ حنا غادي نتبعوا الشرفه حتى للمغرفه. كيبيع غال قرع خضار غريب موسم غريب. كاين اللي نوح ساك وكاين اللي نوح طاقيت وكاين اللي نوح جلابيت وكاين كل واش كاين اللي نوح بلقط هادي كاين اللي حمت تما المهم التراكتورات والكراول اللي دوزوا فوق منهم كاين اللي كيبقى لابس على الجلابه على اللحم. انت شوفوا هنا كاين سراول كاين كراسن كاين سوتيامات كاين شعر كاين تقاشر كاين كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله لا اله. عرفتي شنو كيفرقوا الملحه؟ شنو التهافت ديال الناس على هاد الملحه هادي واش كيلوحوهم هنايا؟ ما بقتش حاجه لابساها ولا ما بقتش حاجه دايرها تكون كاع هنا كاين البزاطم والشعر وكاين السوتيامات كاين الكراسن وكاين. لا البزطام كيقولوا مهيبه زعما كيطلبوا بحال كتقعد شي تابعه ما تسخرش فيه فلوس. اذا نشوفوا معنا جميع انواع الملابس الداخليه كاين هنايا. ما يمكنش يكون هذا الموسم هذا غير هكاك لله في سبيل الله مستحيل. مش على شي غلط الله يسخرني الله يسهل عليك عارف على راسي الله تعرفت بالله كيبيعوا قالب ب 50 درهم كفر بالله. اللي جا لشي غلط الله يقضيه 1000 درهم اللي جا لشي قالب غيدي 1000 درهم 1000 درهم 1000 ريال القالب شكون قال؟ 50 درهم 1000 ريال الله يقضيها لك دعوة لولادي الله يسهل عليك اللي عطى 1000 ريال له اللي يفكوا كلها كيتنظموا بزاف د المواسم في الاضرحه والزواج بالسبونسور ديالو. الناس كدير النيه وكتجي تاخذ البركه الله وعسى حياتهم تبدل لما هو احسن. ولكن وحق الله العظيم ما عندنا الضو حنا والماء والشانتي والله ما عندنا محقورين. انا واحد المواطنه من هذا الدوار حق التعليم ما عندناش مدرسه ما عندناش كوليج حق
البيئه ما عندناش لا زيغو تما طلبنا الجماعه بشي حاجه كتجي تعارضنا وتحبسنا ايوا شنو الحل نختار نولي حمار باش نخالط الناس بزاف وندوي بزاف وباش ما يشدونيش